استعراض مباريات اليوم النهاردة في مجموعة من المباريات أبرزها طبعا بالتأكيد استكمال باقي مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. بالأمس كان في مباراتين والنهاردة أيضا في مباراتين. مباراتين اليوم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، بورتو هيستضيف تشيلسي، ومباراة القمة بين بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان، مباراة كبيرة وقوية جدا ومثيرة لا تقل أهمية عن مباراة الأمس اللي كانت ما بين ريال مدريد مع ليفربول، واللي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف. مباريات اليوم في الدوري المصري واستكمال مباريات الجولة 18. الجونة لعب مع طلائع الجيش، المباراة أقيمت الساعة 3 على استاد خالد بشارة في الجونة، وانتهت بفوز طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، نتيجة كبيرة وعريضة للجيش خارج أرضه على فريق الجونة. الساعة 7 من مساء اليوم وادي دجلة هيستضيف البنك الأهلي، والساعة 9 ديربي منطقة القناة الإسماعيلي بيستضيف فريق المصري. لكن في مباريات الدوريات الأوروبية النهاردة استكمال مباريات الدوري الإيطالي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث ما بين يوفنتوس ونابولي هتتلعب الساعة 7 إلا ربع، وفي نفس التوقيت مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 28 ما بين إنتر ميلان مع ساسولو. في الدوري الأسباني النهاردة في مباراة مؤجلة في الأسبوع الـ 29 ما بين ريال سوسيداد مع أتلتيكو بلباو، المباراة هتقام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. وطبعا كلنا عارفين الدوري الأسباني خلاص دخل في مراحل حاسمة، أتلتيكو مدريد يعني ضاع أو أضاع نقاط عديدة خلال الفترة الأخيرة في منافسة قوية مع ريال مدريد ومع برشلونة، وفي مباراة الديربي ومباراة الكلاسيكو يوم السبت القادم ريال مدريد مع برشلونة بالتأكيد هتكون فارقة وحاسمة في مسألة من سينافس أتلتيكو مدريد في المباراة المتبقية في الدوري الأسباني.